قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا السائل يسأل يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الظهر، هل يشترط في صيام الست من شوال التتابع؟ وهل يجب أن يكون ابتداء من ثاني يوم العيد أي الثاني من شوال؟ أرجو الإفادة بارك الله. الحديث لم يشترط التتابع ولم يشترط أن تكون يعني مباشرة بعد يعني الفطر، وإنما قال النبي وأتبعه ستا من شوال، فهذا يصدق أنه يوقع هذه الست في أي وقت من شوال، أول الشهر شوال، نصف الشهر، آخر الشهر، ثلاثة. لكن المسارعة على الخير أفضل، فلو أنه أتبعه مباشرة بعد يعني الصوم أفضل، وكذلك التتابع فيه نجعلها متتابعة أفضل. وأما إذا فرقها فصام اثنين وخميس اثنين وخميس أو ثلاثة أيام ثلاثة أيام فلا بأس إن شاء الله، كل هذا جائز إن شاء الله.